السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي باستخدام برنامج البروسبار، وأيضا سنعرف كل برانش من هذه البرانشز كم يعطينا إنتاجية وكم تعطينا إنتاجية البير الكاملة. البير أنها ملتي لاترال، هنا من المكونات إلى هنا، ومن القائمة العلوية هنا لاحظ هذه هي المكون برنامج البروسبار تاي بوينت، يعني النقطة العنق وكأنهم، ثم من الجوينت إلى الفرع الأول وليس العكس، ومن الجوينت إلى الفرع الثاني وليس العكس، ثم 1900، ثم اضغط هنا على فاليديت ليتم تصحيح البيانات. ننتقل إلى التالي 4905، والديجري هي صفر. كذلك كان المفروض نبدأ نحدد هذا الخيار اللي هو Select Model. الآن ننتقل للجوينت، لاحظ أنه يضيف بياناته، نحدد هنا Select Model تمام، نحدد على الهوريزونتال هي دوكلر، نضغط هنا ثم Ctrl V، لاحظ أنه أول 5562. الانسايد ديامتر له خيار ثم كنترول في. اللوكال سكين هو واحد، ثم نحدد هنا الدوكلر فلانينغن، والانسايد ديامتر له 5570. نضيف هنا اللوكال سكين هو واحد للاثنين البرفوريشن، اذا 5، الوتر كت 20%، التوتال جاز اير ريشيو، يعني الى نختار الانبوت داتا ونضيف الريزرفوار بيرميابيليتي 25 ملي دارسي. في، وهذا المسقط بريشر هي 5000، التاي بوينت بريشر التي 1 اللي هو احنا مسجلينها التيوبينج اللي هي الجوينت والتاي بوينت. اذا تريد معرفه بيانات يعني البرانش 2 على طول التيوبينج ديبث، وكذلك البريشر الكوميوليتيف ريت، تستطيع